معكم في النقاش، معي على الهاتف الاستاذ عمر المهنا رئيس لجنه الحكام بالاتحاد السعودي. ابو عبد العزيز ارحب فيك في الليوان. حياك الله ابو عبد الله، مساء عليك وعلى ضيوفك الكرام. شايف انت الجدليه الان، توني اقول تحكيم عدنان جستنيه وفهد الطخيم ادخلوا، هذا يعد وهذا يحسب وذاك. يا ابو عبد العزيز الى متى واقعنا التحكيمي؟ كنا بالاول بين جوله وثانيه، الان ما تكاد تمر مباراه الا في مشكله تحكيميه. تعليقك. طبعا شوف، موضوع التحكيم ليس في السعوديه فقط، ولكن بكل امانه عندنا في السعوديه يعني الامور زايده عن حدها. انا اتذكر الاستاذ علي ابو جسيم يقول لي ما ادري كيف انتم تحكمون داخل السعوديه يعني على الوضع. عشان كذا يعني انا سمعت الاستاذ عدنان وسمعت الاستاذ فهد، ضيوفك الكرام فهد. احنا مشكلتنا موضوع ان كل واحد، مش موضوع الميول، لا موضوع التشجيع. ما تشجيع، انا اشجع النادي هذا، ارى الاخطاء صحيحه، ارى الاخطاء غير صحيحه. هذا الاشكاليه. تشجع الخليج انت؟ لا هذا الاشكاليه. انا اللي ابغى اقوله ابو عبد الله، انا ابو فارس خلي الرجل يشجع الخليج يقول لي ابو فارس معي، خلي الرجال لا لا، كل واحد ما كل واحد عدنان، كل واحد معروف ايش يشجع، ولا بعيب الصشي، مش عيب ان انا اشجع النهضه، النصر، الهلال، مش عيب. ولكن العيب ان احنا نرى فقط لما يخطي على الفريق هذا، وما نرى لما يخطي على الفريق هذا بس، ولا مش عيب ان اي شخص يشجع نادي. اوكي طيب ابو عبد العزيز، موجوده مشكله مثل ما قلت، وقد يجرها بعض الاعلاميين، بعض الجمهور الى قضايا الميول. انت كرئيس حكام تشعر بحجم المشكله؟ عندنا ازمه في الكره السعوديه اسمها ازمه تحكيم، ولا لا من شايف في ازمه؟ لا 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 يا شوف، اول شيء عشان لا ينفهم كلامي ان هذا دفاع عن الحكام. احنا اللي انا اتكلم بكل وضوح، لجنة الحكام لها أخطاء، والحكام لهم أخطاء، وبعض الأخطاء خلنا نقول غير مقبولة، ولكن مش بالصورة اللي أنا قلت لك إياها. أنا ما يعني يسعد الله ما أتكلم على موضوع الأجانب، ولكن شوف مباراة الأهلي والهلال، خلاص شوف الخطأين وشوف ردة الفعل، وشوف مثلا اي مباراه اخرى وشوف رده الفعل، وهنا نقيس. استاذ عبد الله الله يخليك، لا يفهم كلامي ان انا اقول ما في اخطاء، لا افهم لا عليك. وبعض الاخطاء غيرت نتائج. خلاص غيرت نتائج. بس في تضخيم لاخطاء المحليين مقابل الصمت على اخطاء الاجانب. بدون شك. انا اعطيك مثلا مباراه امس. اوكي؟ الهدف الثاني او الهدف الثالث، التعاون الرائد. هل واحد من اي نادي او اعلامي تكلم توقع ان هذا الخطا من حكم سعودي؟ هذا هنا الاشكال. اصلا ما دام في تحكيم، ما دام في لعب كوره ابو عبد الله، لازم في اخطاء. صحيح. طيب لكن ايضا ابو عبد العزيز، يؤخذ على الكره السعوديه انه هذه الضغوطات منشاها مثلا انه رئيس نادي ينزل لارض الملعب، رئيس نادي آخر يطارد الحكم حتى والمباراة ما انتهت، رئيس ثالث يتوعد مثلا رئيس لجنة الحكام، رئيس رابع يصدر بيانات عنيفة تطعن حتى في الذمم، رئيس رابع يصرح قد يأتي بأشياء غير واقعية ولا يعتذر. ما تعتقد أنه بالفعل تساهل لجنة الانضباط وأيضا الحكام في كتابة تقاريرهم سبب في تضخيم هذا الواقع وهذه الأزمة؟ لا احنا 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 ابو عبد الله ما نبغى نحمل الطرف على احد، نحمل المنظومه للامانه. يعني ما نبغى، هل مثلا الشخص اللي بيتاثر هو مفروض ما يعني مفروض انه خلاص يعتذر عن اي شيء يعتذر. ولكن انا اقول لك في اخطاء منا كحكام، وهذا اللي احنا نطالب من الحكام. اكتب كل حاجه اوكي، وخل لجنه الانضباط او خل الاتحاد ياخذ او ما ياخذ، مش من شؤونك انت كحكم. حلو. انت اكتب اللي يصير، وخل لجنه الانضباط او مسؤولين الاتحاد يتخذون قرار، ما يتخذون قرار هذا يرجع لنفس لجنه. طيب. الانضباط ايضا السؤال يوجه لك، ايضا خلينا نتكلم بلسان الحكام، هذا ايضا السؤال يوجه لك انت في حين التعريض بحكم معين من قبل
رئيس نادي او اخر، ما نشوف لا رئيس الحكام ولا رئيس الاتحاد يدافع لا عن الحكام ولا عن منظومة التحكيم ولا حتى عن رؤساء. يعني خلينا نضرب لك مثال حتى تكون صورة أقرب. لما خرج رئيس النادي النصر وتحدث عن عمر مهنة وقال له اجلس بيتكم أنا مستعد أصرف على الحكام، وإحنا تعبنا من الخضير وتعبنا من العمري وتعبنا من عمر مهنة، طلع قال أنا أحترم رأي رئيس النصر ولم يدافع عن حكامه. لما ايضا تم التعريض، اسمح لي في نقطه، لما ايضا تم التعريض بعمر المهنة وبرئيس لجنه الضباط، لم يخرج رئيس الاتحاد الاستاذ احمد عيد ليدافع عن رؤساء لجانه. هذه سبب هذه الفوضى الحاصله في التحكيم وفي المنظومه بشكل عام. طيب لما ظهر مريح يا استاذ، لما ظهر مريح وظهروا الرؤساء الثانيين، يعني خلينا نسمع بلجيك. هذا هذا مشكلتنا. شفت شوف 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 التفاوت، ها ان طلع رئيس فلان طلع رئيس فلان طلع. هو شوف لان يكون سواسيه يا في الطرح يا استاذ ابو عبد العزيز، لازم يكون سواسيه في الطرح، مش التركيز على رئيس معين. لا احنا قلنا بيان نادي الخليج، قلنا تصريح الان في الموضوع. تفضل. شوف ابو عبد الله، انا وجهه نظري في اشياء ليس لها دور موضوع لا رئيس اتحاد ولا رئيس لجنه حكام، وهذا الكلام انا قلته للاستاذ ابراهيم رئيس لجنه الضباط. اصلا في اشياء واضحه ما تحتاج، ان ما يحتاج لا الحكم ولا رئيس اللجنه ولا اي شخص لازم يرفع لك. ما بشرط. وهذا الكلام طبعا يعني ما صار الا في السنتين الاخيره او السنه، في لجنه الضباط السابقه كانت من عندها. ما بشرط عشان انت عشان تتخذ قرار تكتب بناء على خطاب رئيس لجنة الحكام، لا لا لا. وأنا ما أتكلم عن رئيس نادي، أنا أتكلم عن جميع رؤساء الأندية، عن جميع المنظومة الرياضية. أنا أتكلم عنك أنت أيضا يا أبو عبد العزيز، أنت ما قاعد تدافع ولا تحمي عن حكامك. أنا أصلا مش مطلوب أبو عبد الله، أنا مش قلت لك إياها. أنا إيش المطلوب مني؟ رئيس نادي يصرح أوكي وواضح التصريح، إيش مطلوب مني أنا؟ أصلا شيء مطلوب لجنة الانضباط اللي تتخذ القرارات. بدون اي حاجه. نعم. عشان بس انت كرئيس لجنه تبغى تقول والله بناء على الخطاب الذي قدمه مثلا الحكم فلاني او رئيس لجنه الحكام اتخذنا قرار في فلان، في اشياء واضحه. طيب ايضا البعض يطالب برحيل عمر مهنة كحل لمعالجة واقع التحكيم. احنا نعرف انه تم تغيير محمد المرزوق مثيب الجعيد وعمر الشقير وعبد الله الناصر، كل هؤلاء الرؤساء تغيروا وبقى حال التحكيم. انت اليوم تختلف عنهم باعتبارك عضو مجلس اداره ومنتخب، هل يمكن في لحظه من اللحظات تحت هذه الضغوطات تسلم ترفع الرايه البيضاء وتمشي؟ لا انا بالنسبه لي لا. انا بالنسبه لي لا استاذ عمر، لان انا استاذ عمر انا بالنسبه خلي. لي لا، ولكن ترى مش بس انا عضو اتحاد، جميع رؤساء اللجان اعضاء الاتحادات ذي رؤساء اعضاء اتحاد، بس انت منتخب، هذا الفرق. وهم منتخبون اوكي ولكن رئيس عضو. لجنه الحكام في الاتحاد القطري عضو اتحاد، رئيس لجنه قانونيه هذا اللقب. جميل. عدنان معك استاذ عمر. شوف انا يعني الوضع الاخير بالنسبه لك انت كرئيس لجنه الحكام في دفاعك زي ما قال هذا، انا شايف انه ضعيف، لكن التطوير انا شايف في على مدى 7 جولات يجب ان ننصف الحكم السعودي جولات جدا قادها كل الأسماء ما عدا عبد الرحمن العمري في مباراة الخليج والنصر لم يوفق، وما أدري حتى أنا سمعت لا ما أدري لا خلنا نكون مع الصريح عدنان، لم يوفق الطاقم وليس عبد الرحمن العمري. يعني أنا بقول الطاقم كله في نفس أيوة الوقت هنا. عندي معلومة أنه في أحد الأندية طلب عبد الرحمن العمري، وأنه عمر المهنة وافق على طلب هذا النادي، ما هو أتكلم من هو النادي حتى لا أسبب لك إحراج. لا قول لا شوف يعني. صح الكلام أنه طلب من هو نفسه عبد الرحمن العمري وسط ناس عشان إن هو يحكم المباراة، وأنا أقول لك هي حسب المعلومة اللي عندي نادي الخليج، وإنهم اتصلوا تعليقك أبو عبد العزيز وإنه اتصلوا بيك وإنت لبيت الطلب حق نادي الخليج؟ إيه لا مبصحي ولا شيء. لا والله مبصحي والله يا استاذ عدنان، انا ما اتكلم لك على رئيس، في احد من الخليجيين. طيب لا شوف لا نادي خليج ولا نادي الخليج ولا اي نادي.
طيب ابو عبد العزيز سؤال. الحكم اللي احنا نرى ان هذا الحكم مناسب في هذه المباراه المناسبه نحطه. جميل. السؤال الاخير، كنتم ترفضون يعني استجلاب الحكم الخليجي باعتبار انه الخليجيين ما في تعاون متبادل. الان الكويت طلبت طاقم حكام خليجيين وحكم تركي الخضير في الكويت، هل هذا سيفتح الباب للحكم الخليجي للتواجد في الدوري السعودي؟ على سلام، احنا ما رفضنا. احنا نقول اللي يكون تبادل. متى ما كان تبادل بين شو اسمه الاتحادات الخليجيه، هنا بالعكس انا مؤيد انه يكون تبادل بالعكس. ولكن انا مش ايد انه والله مثلا احنا مثلا كسعوديين نطلب حكام خليجيين. لا، ولكن اذا كان في تبادل بالعكس ليس عندنا اشكاليه. مثلا الحكم السعودي يروح الكويت، يروح الامارات، الحكم القطري، الحكم العماني يجي السعودي، ما عندنا اشكاليه. جميل. الاستاذ عمر المهنا رئيس لجنه الحكام في الاتحاد السعودي، شكرا جزيلا لك. فقط انوه بان الاستاذ عمر الشهراني لان ما سلم عليهم بس ما جاوبتني انا استاذ عمر انا بالنسبه أنا شايف في تطور في مستوى الحكم السعودي، ولكن اتمنى انه يعني لا يكون اجابتك تمييع في 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 او ارائك لما تلتقوا هجوم، ويكون في نوع من الحنيه، او انك تتبين قدام الراي العام او حتى عند حكامك استنوا الشهر الليل تجيني. لا يا سيدي، لما احد يبتدي على حكامي عشان انا هذا الحكم، يعني انا اقول لك لما انا اسمع اقول انه والله هذا الحكم الفلاني وهذا فيه وهذا يخطي وانا حسوي وافعل، حجي ادخل الملعب والله ما اقدر التقي، ما حد يحميني، التقي انه خلاص يا ابوي خليني انقذ روحي، بلاش يقعد يستلمني الاعلامي الفلاني ولا الرئيس الفلاني، لا رئيس لجنه نافعني ولا يحزنون. نحن شفنا كيف بعضهم يتنافضوا داخل الملعب. خلاص يا استاذ عدنان، انا وعدك ان اي شيء ينكتب ما انتظر لجنه الانضباط، احنا كلجنه حكام نرفع لجنه الانضباط. سؤال يا ابو عبد العزيز، ممكن سؤال؟ هل انتم راضين عن الحكم القرني وبدر الشمراني وبعض الحكام اللي تكررت اخطائهم في مباريات عده؟ كل الحكام راضين عنهم، ولكن في بعض ما ابغى احدد اسماء، انا بعض الحكام او الحكام المساعدين اللي ما كانوا موفقين في بعض المباريات ما احنا راضين، ولكن كحكم معين لا، كل الحكام راضين عنهم. جميل. دباس الدوسري معك. ابو عبد العزيز، بس انا احب اقول ان انا بوجهه نظري ان الاستاذ محمد القرني حكم مباراه النصر والرائد كان هو نجم المباراه، وكان جريء جدا. الهدف اللي يقولوا انه هدف صحيح للنصر يعيد اكثر من مره، في ناس يقولوا الكره دخلت او الكره ما دخلت، يعني الوضع الطبيعي انه ما يحسب الهدف حتى يتاكد 100% ان الكره داخل المرمى. اضف الى ذلك ركله الجزاء اللي قاله ابراهيم غالب، كان جزء من ان الجسد داخل الخط 18 وفي جزء خارج ال 18. محمد القرني كان جريء جدا في احتساب ركله الجزاء في الوقت الاخير للرائد. خطا الوحيد لمحمد القرني انه كتب لا شيء يذكر فقط. لو كان كتب ما حدث بعد نهايه المباراه لاكتملت نجوميه الاستاذ محمد القرني، وانا من هنا اوجه له تحيه واقول استمر. طبيعي ان الحكم يكون عنده بعض الاخطاء، في تقديرات خاطئه، لكن انت كنت حكم جريء، ليتك بس كملتها في التقرير الاخير. تعليق حيكون جريء لما يحرم نادي متصدر نقطتين، شيء يسعدك. ما حرم، ما حرم، ما حرم، شيء يسعدك. ابو فيصل اسمع تعليق بس ابو عبد العزيز واعطيك الفرصه. عبد الله تفضل. عبد الله، احنا انت تعرف ان انا بالنسبه للحالات ما اقدر اتكلم عنها الا في الاجتماع الشهري. عندنا الجرأة وعندنا الشجاعه، اذا كان الحكم مخطئ بنقول اخطا، واذا ما كان اخطا بنقول ما اخطا. انا مقتنع انك عارف مخطئ. وايضا انا اقول هذا التضارب، هذا رايك ابو عبد العزيز، هذا التضارب في الاراء على حاله تحكيميه عيدت مره و20 وثلاث وبعد مرور كل هذه الايام، اتاكد انه في النهايه الحكم هذا بشر، مع اعترافنا بوجود ازمه اسمها ازمه حكام. الاستاذ عبد العزيز عمر المهنا رئيس الحكام، شكرا جزيلا لك. انوه